بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعين داخل الوطن الحبيب وخارجه، مباراة تجمع بين فريق الفيصلي والحسين. فريق الفيصلي صاحب الأرض دون الجمهور في لقاء اليوم لانحراسهم. مصعب اللحام خطير الحسين، مصعب اللحام، مصعب بالكعب، ولكن المشاكل محمد العكش بالكعب. معاد الآن فرصة لفريق الفيصلي على الجهة المقابلة، أبو جلبوش والهدف الأول، جول، هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق يسراوية لأبو جلبوش وعلى يمين عبد الله الزعبي. تمريره العكش والفيصلي والخطوره الان وفرصه والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق مجد العطار. مجد العطار يعزز من تقدم الفيصلي في منتصف احداث الشوط الثاني بعد هجمه خطيره من البدايه، ومجد العطار في الدقيقه الثانيه والعشرين. هذه القصة من البداية، التمريرة وارتباك في العمق الدفاعي لفريق الحسين، ومجد العطار يسدد فوق الحارس، بتركها للعطار، العطار يسدد ويتصدى عبد الله الزعبي. الكرة الآن إلى فريق الحسين، موالي، موالي يسدد ولكنها فوق المرمى، جاهل العجلين، الكرة الآن على الطاير ولكنها بجوار المرمى. الآن أعزائي المشاهدين نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم فريق الفيصلي على فريق الحسين بهدفين دون مقابل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين نحييكم من جديد مع انطلاقة أحداث الشوط الثاني. وفرت كل أسباب النجاح كالدرون بالرأس، ولكن أبو جلبوش والهدف الثالث، الهدف الثالث الرائع من أبو جلبوش. أبو جلبوش بكرة حرة لا ترد ولا تصد. الآن أمين الشنايلي، أمين الشنايلي، أمين، أمين الشنايلي، أمين الشنايلي يسدد، ولكن عبد الله الزعبي في عرض الملعب إلى مصعب اللحام، إلى العطار، العطار يسدد ولكن يزيد أبو ليلى. يوسف الرواج نورث يمرر الكرة، فرصة خطيرة ضاعت. نورث، نورث يتقدم، نورث يسدد، نورث خطيره للفيصلي، خطيره للفيصلي، نزار يعكس الكره والفرصه والقائم يتدخل يطلب الجدي. الان اعزائي المشاهدين، اعزائي المستمعين، نهايه قمه لقاءات الجوله الثامنه عشره بانتصار كبير وصريح لفريق الفيصلي على فريق الحسين بثلاثيه نظيفه.